كان نفسها تشوف شهادات الميلاد يعني تعاونهم، فكنت انا امزح معها انه انا سميتهم غير الاسامي اللي انت بدك اياهم وكذا، بس انا سميتهم زي ما هي بدها يعني. كنت ارن عليها انه اطمنها انه انا سميتهم زي ما هي حابه انا اسميهم. فدخلت جوا لقيتها مكفنه والاطفال واحد مش مبين له اي اشي، كانوا رافضين يخليني اشوفهم. صممت ان انا بدي اشوفهم يعني وعيهم لسه ما لبسوهم، والله ما لبسوهم لسه. هيو هيو لسه زي ما هم. تزوج في يوليو تموز عام 2023، وكان موعد سفرهما إلى مكان إقامة الزوج في الإمارات يوم 12 من أكتوبر تشرين الأول 2023، وبسبب العدوان على غزة لم يستطيع السفر واضطر إلى النزوح من غزة إلى رفح. كانت زوجتي في بداية أيامنا في رفح، كانت اكتشفنا أنه هي حامل يعني، وبعد فترة اكتشفنا برضو أنه هي حامل في توأم، فكانت فرحة الله بيعلم فيه يعني كتير حلوة. اختارت التطوع في أحد المستشفيات حتى حان موعد ولادتها في 10 من أغسطس آب 2024. عصرات الفجر ولدت. يوم استشهادها قبلها بيوم يعني روحت على البيت. تاني يوم أنا رحت أجيب شهادات الميلاد، جاني اتصال إنه محمد انت وين؟ قلت له انا من واحد عندنا في المنطقه نازح، فبقول له انا ان شاء الله الاقصى والله. قال بدي اياك شوي، قلت له بس خليني شوي والله بدي اودي بس الاغراض على البيت هيك، اودي شهادات الاطفال مبروك وكذا، بس محمد انت قصفوا البيت تبعك. طب مرتي ولادي صرت ازعق بشكل هستيري. تعود شهادات الميلاد ايوه تعود والله رحت سجل متعود والله. طيب خلاص والله. فالناس التمت علي فقالوا لي انت اللي الام والاولاد، انا على باب المستشفى بقول لهم اه، قالوا لي هيهم هي من جوا جوا تعال. اسر وايسر تعبت كثير لحتى تلاقي اسمين نفس يعني نفس الوزن. كنت بحاول قدر الامكان افرحها وافرح الاولاد انه ما اخلي شيء ينقص عليهم وكذا. كنا كل قطعة من هذول وراها حكاية، كل قطعة إن شاء الله يجمع فيهم في الفردوس الأعلى. الدنيا سودة ما في حياة، ما في حياة. كسروني كسروا فرحتي، ما ضل لي حد. الحمد لله رب العالمين.